السلام عليكم. عدن تبدأ كتابة الفصل الثاني من التحرير متمثلا في حضور الدولة في المناطق ومكافحة الإرهاب، على أن تكون الدولة الضامنة للحقوق والحرية هي المحتكر الوحيد للقوة تحت إطار القانون. هذا ما تقوله الأحداث في المنصورة عدن، فالأنباء الواردة من هناك تتحدث عن استعادة الدولة من قبضة المسلحين وجماعات إرهابية تعمل تحت لافتات عديدة من بينها القاعدة. وحينما قررت الدولة استعادة المؤسسات ومكافحة الإرهاب هناك، تحركت باتجاه الأماكن الحيوية ومنها مؤسسات الدولة والمجلس المحلي، مسنودة بطيران التحالف العربي الذي يعمل كمساند جوي للدولة في عدن. الأخبار الواردة هذا الصباح تفيد بأن الأمن استعاد السيطرة على المجلس المحلي في المنصورة كخطوة مهمة لحضور الدولة واستعادة الأمن هناك. وهنا نتساءل، هل ستنجح الدولة في عدن وتبسط نفوذها هناك؟ وما أهمية استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن؟ وهل تمثل مكافحة الإرهاب أهمية بالغة تعيد الوجه الحضاري والمدني لثغر اليمن الباسم؟ ما هي الخيوط السرية بين الإرهاب والخلايا التابعة للانقلابيين؟ وماذا عن أحداث المنصورة الأخيرة المسنودة بطيران التحالف العربي؟ وما أهمية كل هذا بالتزامن مع معركة التحرير الكبرى ضد ميليشيا الانقلاب والإرهاب في نفس التوقيت؟ هل نستطيع القول أن فصلاً جديداً بعد استعادة الدولة والعمل بأدواتها المتكاملة لتعزيز الحياة المدنية الديمقراطية يتم كتابته الآن؟ يمن بلا عنف وبلا إرهاب وبلا انقلاب؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء نقاشنا. الأمن يفرض السيطرة على المربع الأخطر أمنياً في عدن. المنصورة وجولة كالتكس وشارع 90 مصائد الموت التي شهدت حوادث الاغتيالات طوال الأشهر الماضية التي أعقبت تحرير المحافظة. بعملية عسكرية نوعية استهدفت مقرات ومواقع تسيطر عليها الجماعات المسلحة في مدينة المنصورة، خاضتها قوات من الجيش الوطني مسنودة بطائرات التحالف منذ يوم السبت، حيث تمكنت القوات من الدخول إلى الأحياء وفتح وتأمين الطريق في جولة كالتكس. وبالرغم من الانتصارات الميدانية التي تحققت، إلا أن المواجهات لا تزال مستمرة بعد سقوط وجرح العشرات من العناصر الإرهابية. الآن الأخ يرمي على الأباتشي. الله أكبر العزة لله. وفي السياق ذاته أعلن التحالف العربي عن سقوط طائرة حربية ومقتل طياريها الإماراتيين عقب استهدافها مخزن سلاح في أحد جبال مدينة البريقة. كل من يحمل السلاح تحت أي مسميات ليس في إطار مظلة الدولة سوف يكون هدف للدولة، كل طرف مسلح سوف يعتبر ميليشيا. العملية تأتي في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أعلن عنها بحاح وبدا خطابه واضحا. هناك منطقة مبوءة واحدة، أطمئن، أقول لك أطمئن، لن يبقى متطرف أو منحرف في المدينة. ومنذ الإعلان عن تحرير عدن منتصف يوليو الماضي وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت محافظة عدن أوضاعا أمنية عصيبة نفذت خلالها الجماعات الإرهابية اغتيالات وتفجيرات واسعة وبصورة شبه يومية أودت بحياة الكثير من القيادات الأمنية والسياسية والقضائية، أبرزها اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد ومجموعة من مرافقيه، ومحاولة تصفية محافظ عدن ومدير الأمن الحاليين. محاولات دؤوبة تقوم بها أجهزة الدولة الرسمية لفرض سيطرتها الأمنية على المدينة وإعادة الحياة إلى مجاريها، واختبار عسير تقف أمامه السلطة والحكومة برمتها في تأمين عاصمة الدولة المؤقتة ما لم تنتصر كليا على اجتثاث الجماعات الإرهابية وتأمين مديرية المنصورة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور محمد عسكر، الكاتب الباحث والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. بداية دكتور محمد، عدن تكافح الإرهاب، هذا هو العنوان الأبرز في الحملات الإعلامية المساندة لحضور الدولة في المنصورة، ما قراءتك لمثل هذا العنوان وما خلفه؟ شكرا لكم أختي العزيزة على إتاحة هذه الفرصة، وكذلك من خلالكم لوجود مشاهديكم الكرام.
دعيني في الأول واسمحي لي أن أعزي أنفسنا وأشقائنا في دولة الإمارات الحبيبة باستشهاد الطيارين الذين سقطوا في مدينة البريقة، الأخ الطيار زايد الكعبي والأخ محمد الحمودي. وفي الحقيقة يعني إن دل على شيء هذا الحادث فإنما يدل على امتزاج الدم الإماراتي مع الدم اليمني من أجل الخروج من هذا النفق الذي أدخلنا فيه بسبب الإنقلابيين. أرجع إلى سؤالك أختي العزيزة بخصوص عدن تكافح الإرهاب. هذا بالتأكيد هي عدن، حاول المخلوع والميليشيات الإنقلابية أن تسوق عدن والمناطق المحركة كمناطق قاوية للإرهاب وكمناطق تقدم الميليشيا هذه المناطق كمناطق حاضنة للإرهاب، لكن كما نعلم أن عدن هي عبر التاريخ كانت طاردة للإرهاب. عدن حينما تنتفض اليوم فإنما تعود إلى نفسها، تعود إلى جذورها، تحاول أن تنفض أذيال المخلوع عفاش من على كاهلها. للأسف المخلوع منذ سنة 1994 وهو يغرس في جسد عدن خلايا إرهابية، حاول أن يوظفها في هذه المرحلة للقضاء على أي فكرة لبناء الدولة ولإفشال مشروع اليمن الاتحادي وفكرة العاصمة المؤقتة عدن. يريد أن يختزل اليمن في مشروعه الخاص العائلي الضيق. نعم، ولكن كثير من هذه الخلايا دكتور محمد يعني تنتمي لأبناء عدن. بكل تأكيد هو يعني تاريخ وجود هذه التنظيمات طبعا لم يكن لها وجود على الإطلاق قبل سنة 90. نعم. حاول من سنة 90 ل 94 أن يكون لها حضور لكنها لم يكن لها حضور لافت. بعد استغلها في 94 من خلال كذب الشباب الذين كانوا في الخارج وفي مختلف المناطق وقاتلوا ما سمي حين الأفغان العرب قاتلوا في أفغانستان. حاول أن يوظفهم في فكرة الصراع مع الجنوب مع الحزب الاشتراكي حينها. هؤلاء للأسف حاول أن يدمجهم بعد أن كانوا مهاجرين لفترة. نعم. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. سنعود إليك دكتور محمد عسكر للحديث أيضا. يعني نحن نتحدث هنا عن يعني الدولة تريد أن تستعيد سيطرتها على جميع أجزاء محافظة عدن. لا يخفاكم مشاهدينا الكرام ما حدث في عدن خلال الفترة المنصرمة من أحداث إرهابية، من تفجيرات، من عمليات اغتيال لقادة عسكريين وأيضا لأفراد الأمن هناك، لمحاولة زعزعة وخلخلة الأمن في هذه المحافظة التي تعد محافظة الأمن والسلام. ينضم إلينا الأستاذ نزار أنور المتحدث باسم محافظة عدن. مساء الخير أستاذ نزار. مرحبا بك أستاذ نزار. بداية يعني الأمن استعاد المجلس المحلي في المنصورة، ما أهمية هذه الخطوة أستاذ نزار؟ العافية عزيزة. اليوم فضل الله عز وجل تم استعادة من المجلس المحلي في مدينة المنصورة، وهي تأتي ضمن الخطوات التي أقدمت عليها قوات الأمن. نعم. خلال الأيام التي مضت بصدد تطهير مدينة المنصورة كاملة من العناصر المسلحة والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون. لفرض الأمن والاستقرار وهيبة الدولة في عدن كاملة، ونقل عدن من مرحلة اللا أمن واللا دولة إلى مرحلة الأمن والدولة من أجل المضي قدما نحو مرحلة البناء. نعم. طيب أستاذ نزار، برأيك هل ستنجح الدولة فعلا لبسط سيطرتها على المدينة ويعني وتعيد أيضا حضور الدولة هناك؟ نعم أختي عزيزة، حقيقة نحن في الأيام التي مضت القيادة السياسية متمثلة بفخامة الأسد رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وكذلك معالي نائب الأخ الرئيس ورئيس رئيس الحكومة الأستاذ خالد بحاح، وقيادة السلطة المحلية في عدن متمثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وكذلك مدير شرطة عدن اللواء شلال عيشايا.
خلال الايام التي مضت منحت او الشهور التي مضت منحت تلك الجماعات فرصه كبيره بالعوده الى رشدهم ومن اجل مراجعه ضمائرهم وعقولهم وتسليم هذه المرافق وهذه المديريات الى رجال الامن وان يشاركوا ليكونوا جزء من هذه المنظومه الامنيه والعسكريه في عدن. نعم. طيب. لكن هذه الجماعات العزيزه ابت الا وان تصر على المضي قدما في طغيانها في عنادها في جبروتها وكانت المنصوره احدى اهم النقاط والمسارح العمليات التي تقوم تلك الجماعات بتنفيذها. نعم. خلال الشهور التي مضت استهدفت العديد من القيادات العسكريه والامنيه والعديد من قيادات المقاومه الجنوبيه بل ووصلت بهم السفاره الى درجه نستهدف الابرياء. نعم. ذلك جليا في ما حدث في دار العجزه استهدفوا العلماء راينا مقتل الشيخ عبد الرحمن العدني وكذلك الشيخ الراوي من قبله. هذه الامور دائما ما كنا في السلطه المحليه نحاول الالتزام بضبط النفس وعدم الانجاء الى مربع العنف. نعم. طيب استاذ نزار. نعم. لكن اليوم السلطه المحليه قياده اللجنه الامنيه العليا اتخذت قرارها وموقفا حازما اتجاه ما يحدث بعد ان حاولت فتح جميع القنوات للحوار والتفاهم لكن هذه العصابات ابت الا ان يكون الكي هو اخر العلاج. نعم. طيب استاذ نزار يعني هل نستطيع القول ان الايام التي مضت حققت تقدما واضحا لسيطره الدوله على كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها عناصر ارهابيه؟ طبعا في عزيزه المنصوره تعد احدى اهم النقاط الانطلاق لهذه الجماعات وهناك العديد من الاوتار المتواجده ليس في المنصوره فقط بل ايضا في ضواحي المنصوره وبقيه المديريات التي هي قريبه من المنصوره. القياده الامنيه العليا من خلال الاجهزه الاستخباراتيه التي انشئت حديثا توصلت الى معلومات دقيقه حول تلك الاوكار وحول تلك المواقع. هي مصره اليوم الى المضي قدما نحو الاكتتات تلك العناصر المسلحه الخارجه عن القانون. نعم. متى ما أصفت على المواجهة فالقوات الأمنية بالتعاون مع قيادة المقاومة الجنوبية الشريفة وكذلك بالإشراف من قبل دول التحالف العربي التي تساندنا بقوة نحو تطهير عدن وفرض الأمن والاستقرار فيها. هي مصرة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن وبإذن الله سيحدث ذلك قريبا. نعم. إذا ابقى معنا أستاذ نزار إن تكرمت. يعني سأعود إلى ضيفي عبر سكايب دكتور محمد. دكتور محمد يعني لو استمعت معنا لحديث الأستاذ نزار وهو يتحدث عن أن الدولة حاولت أن تضبط نفسها كثيرا لهذه الجماعات وأن تعطيها فرصة لمراجعة ضمائرها كما تحدث ولكن الأمر يزداد كان يزداد سوءا يوما بعد يوم باستهداف قيادة أمنية وأيضا قيادة في المقاومة إلى أن وصل إلى استهداف مدنيين أبرياء كما حدث في دار العجزة ولكن الآن قررت الدولة أن تحسم هذه المسألة مع هذه الجماعات. كيف تقرأ هذه الفكرة؟ في الحقيقة كما أسلف أخي نزار الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في عدن حاولت أن تتعامل بمهنية عالية وبحس سياسي عالي تجاه بعض الجماعات التي حاولت المخلوع من خلال دس عناصر بينها إلى خلط الأوراق فحاولوا أن يجذبوا هذه الجماعات من خلال درج المقاومة فالبعض منها رفض وتمنع وللأسف لم يسيطروا ولم يضبطوا الأمن في المناطق التي رفضوا تواجد الدولة فيه ونحن نعلم أنه خلال أقل من شهرين تمت حوالي 40 عملية اغتيال في منطقة المنصورة كل هذا رع وسبب إرهاب لأبناء عدن ولسكان عدن المدنيين وطالبوا بكل قوة أن تدخل الدولة لحفظ الأمن وضبط النظام ولا بديل أمام التحالف ولا أمام الشرعية ولا أمام المقاومة إلا أن ننضم جميعا في حملة لتطهير عدن والمناطق المحررة. نعلم أختي العزيزة أن مشروع
التحالف الائتلاف الانقلابيين يفترض ان يمر بثلاث مراحل، مرحله التحرير ومرحله التطهير ومرحله التعمير. نحن الان في مرحله التطهير بعد ان تم الائتلاف وتحرير المناطق المحرره. طيب هذه المرحلة ألم تتأخر دكتور محمد؟ يعني يعني طالت ربما هذه الفترة حتى أكلت الكثير من وجه عدن المدني. بكل تأكيد أن تأخر حينما تم يعني مؤسسات الدولة غابت. نحن نعلم أنه الحكومة لم تعد مؤخرا بشكل رسمي إلا قبل حوالي أقل من أسبوع، ولذلك حينما حضرت الحكومة حضرت الدولة. إذا كان لا توجد لدينا مؤسسات ولا توجد لدينا حكومة بأي منطق أن تكون الدولة حاضرة. بالتالي وجود رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء حينما حضر حضرت الدولة، استطاعت الأجهزة الأمنية أن تتقدم وأن تقوم بعملية بطولية لتطهير عدن من أذناب المخلوع نعم. ومن بقايا التنظيمات المتطرفة. نعم. الأمر المهم أختي العزيزة، يجب النظر إلى موضوع الأمن كمنظومة وليس فقط فكرة نشر النقاط الأمنية أو الأطعمة العسكرية. نعم. نعلم أنه طيب دكتور يعني حتى يعني نأخذ أو تأخذ هذه الفكرة حقها في الحديث الأمن كمنظومة، اسمح لي أن أعود فقط للأستاذ نزار ثم أعود إليك. أستاذ نزار، يعني يعني هناك ملفات كثيرة وثقيلة تنتظر الحكومة، ربما لخصها الدكتور محمد أن هناك مرحلة تحرير ثم مرحلة تطهير ثم مرحلة تعمير. ما هي أبرز الملفات التي تنتظر الحكومة أو التي تقف عائقا أمامها؟ طبعا العزيزة، أهم الملفات التي تقف أمام الحكومة نحو النهوض أو المضي قدما إلى مرحلة العمارة والتعمير هو مرحلة الملف الأمني. الملف الأمني في عدن طبعا هو ملف طويل وشائك. عدن شهدت حرب شعواء دمرت فيها كل البنى التحتية المتعلقة بأجهزة الأمن. أجهزة الأمن السابقة لم تكن أجهزة أمن وطنية، كانت تدين بالولاء الخالص لنقضوا على مصالح ميليشيات الحوثي. لذلك رأيناها تتخفى وراء ستار حمل السلاح باعتبار ان المقاومه موجوده في المناطق المحرره، وهناك تاثير في قرارات دمج المقاومه بالجيش مما ساعد تلك العصابات والخلايا النائمه الى الاختباء وراء حمل السلاح تحت مبرر رداء المقاومه، والمقاومه منهم براء. هناك ايضا اختي عزيزه مساله ان عدن خلال الفتره الماضيه لم يكن فيها أجهزة أمنية بشكل منظومة عملية قابلة للعمل على أرض الميدان بكفاءة عالية. الأجهزة الأمنية حديثة النشأة كانت بحاجة إلى العديد الكثير من الوقت حتى يتم إنشاء أجهزة استخباراتية قادرة على رصد تحركات تلك الجماعات. طيب ما هو دور المحافظة في هذه النقطة أستاذ نزار؟ ما هو دور المحافظة؟ طبعا العزيزة قيادة السلطة المحلية وبالتعاون مع الحكومة ورئاسة الجمهورية والتحالف لعبوا دورا كبيرا في إنشاء هذا الجهاز وتطوير أدائه، وكذلك بناء القوة الأمنية وتأهيلها، تأهيل ربما القادر على مواجهة هذه العصابات في هذه المرحلة. لكننا نقول أن الأجهزة الأمنية ما زالت بحاجة إلى الكثير من الجهد والتأهيل حتى تصبح في المستقبل قادرة على أن تضبط مسألة الأمن في عدن والاستقرار. نعم، إذا شكرا جزيلا. هيك أختي العزيزة. نعم تفضل. أنا هيك أختي العزيزة على أن عدن هي مدينة مفتوحة للجميع، سكانها دائما يحبون التعايش مع الجميع. نعم. هذا ساعد ربما كثيرا تلك الجماعات إلى أن تتخطى خلف أوكار وتخفي سلاحها ومخازن ذخائرها في العديد من المناطق السكنية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ نزار أنور المتحدث باسم محافظة عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. نعود إليك دكتور محمد، يعني طرق الأستاذ نزار فكرة الأمن أنها ربما أهم نقطة على الحكومة أن تركز عليها، وأنت كنت تتحدث أننا يجب أن نتعامل مع الأمن كمنظومة وليس فقط مجرد نقاط أمنية. استكمل فكرتك إن سمحت.
نعم أختي العزيزة بالضبط. الآن بعد الحروب وبعد أن تشهد المدن حالة من الحرب أو النزاع المسلح، فإن عملية استتباب الأمن يعني تصبح أولوية قصوى لجميع أجهزة الدولة. تبدأ عملية استتباب الأمن من عملية نزع السلاح ودمج المقاومة في أجهزة الأمن والجيش والأجهزة المدنية الأخرى، ثم عملية ترتيب الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية، وعملية بنفس الشكل وبشكل متوازي يتم عملية تطبيع الحياة الاقتصادية والخدماتية، الكهرباء، المياه، الطرقات. يجب ألا يستغل أي عنصر من إخفاق الحكومة من أجل تأليب الرأي العام، مما يسبب إرباك لأجهزة حديثة النشأة لا تستطيع ضبط الأمن والنظام. إذا لازم يتم أن تعمل الحكومة بشكل نقاط وخريطة وخطة عمل لها أولويات. أعتقد مهم جدا عملية تطبيع، نحن الآن مقبلين على الصيف وكهرباء عدن، ومدير كهرباء عدن يحذر من صيف ساخن جدا. الآن في عدن تقريبا 50% من ساعات اليوم يتم إطفاء الكهرباء فيها، يعني حوالي 12 ساعة. هذا شيء يعني صعب جدا، سيولد حالة من السخط، حالة من الانفجار الشعبي. من المهم أن تبحث الحكومة من الآن عن حلول لهذه ومعالجة لهذه المشكلة. نعم. كذلك مسألة ترتيب الوضع الاقتصادي وإعمار على الأقل البنية التحتية المدمرة لتكون عدن عاصمة مؤقتة للدولة اليمنية. نعم. أيضا مسألة إيجاد يعني هذه التعمير البنى التحتية ومنازل الناس على الأقل التي دمرت بيوتهم، الذين لهم 7 أشهر بدون مأوى. كيف يمكن لإنسان هو وأسرته أن يبيتوا بالعراء لمدة 7 أشهر والحكومة تنتظر أو تنظر إليهم؟ من المهم معالجة هذه الملفات. صحيح أنها معالجة يعني ملفات صعبة، لكن على التحالف وعلى الحكومة أن ينجحوا في مدينة عدن كعاصمة مؤقتة لليمن. طب هذه العاصمة المؤقتة دكتور محمد، يعني عند هذه الفكرة كيف سيمثل أو ستمثل استعادة الدولة أهمية بالنسبة لكون هذه المدينة هي عاصمة مؤقتة للحكومة؟ لا شك أننا الآن في ظل حالة حرب كبرى في اليمن. الآن فخامة الرئيس هادي في وقت مبكر أن عدن عاصمة مؤقتة سيتيح وسيسمع للحكومة أن تعمل بشكل مستقل عن هيمنة المركز الذي تم اختصاصه مؤسسات الدولة المختصة في صنعاء. وبالتالي من المهم بمكان أن توجد البنية التحتية الأساسية التي توجد في هذه العاصمة المؤقتة. كذلك مسألة تحرير تعز، وأنا أبارك لكل المقاومين الشرفاء هناك على تحرير مدينتهم المدنية الجميلة. ولا يمكن أن تقوم، كما نعلم أن أي دولة مدنية لا يمكن أن تقوم بدون حاضرتا اليمن المدنيتين عدن وتعز. وبالتالي وجود عاصمة مؤقتة ووجود حاضرة مدنية محررة فيها الأمن مستتب وفيها نموذج للدولة المدنية التي نريد أن نعيشها، بكل تأكيد سيخفف من حدة الحرب على اليمن وسيقلل من التكلفة ومن الوقت الزمني لها. نعم. طيب يعني كما تحدث الدكتور محمد، هذا ما يمثله استعادة الأمن بالنسبة للعاصمة المؤقتة للحكومة، ولكن أيضا يعني ما الذي يمثله مكافحة الإرهاب الذي نشأ في هذه المدينة، يعني الوجه الحضاري لليمن وأيضا ثغر اليمن الباسم كما تسمى؟ هذه رسالة مهم أن تنطلق، أن تطلق، أن يطلق التحالف والشرعية من عدن رسالة إلى العالم أننا نكافح الإرهاب. نعلم أن الإرهاب آفة عالمية اخترقت كثير من الدول والأنظمة، بل كثير من الدول العظمى، فما بالك بمدينة تعيش حالة من النكبة وفي وضع يعني مزري بعد حرب يعني كما سمى أخي نزار الشعواء لم تبقي ولم تذر. وبالتالي مهم إرسال أن عدن ترسل بكل أبنائها وبناتها ونسائها رسالة للعالم أننا سنكافح الإرهاب وأننا بدأنا التطهير، وخلال يومين استطعنا الوصول إلى قلب المدينة الذي كان يتمترس ويتم التمترس بالمدنيين. نعم. في داخلها. طيب. من بعض الجماعات المتطرفة، ووفرت قوات الأمن
بكل تأكيد. طيب اسمح لنا دكتور من الناس والمواطنين في عدن. نعم وصلت الفكرة. اسمح لنا دكتور محمد أن ينضم إلينا العميد صالح السيد رئيس أركان كتيبة سلمان. مساء الخير. مساء النور العافية. بداية نعم بداية يعني كيف تقرأ العملية النوعية للأمن في عدن في مكافحة الإرهاب واستعادة مؤسسات الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الإرهاب هما والله جماعة قليلة، وليش عدلت الأصابع فليك أن على الغير فيه أن تلحظ للمقاومة الجنوبية التي هي بدون رواتب لها من سنة بدون ما يستلموا أي ريال. فهذه هي السبب الذي جر الناس إلى التطرف ويعطوهم قليل من المال، وجروا من الشباب من شبابنا من شباب المقاومة الجنوبية التي هي مهملة في الشوارع، والناس تعاني وارد منهم أن يهتموا فيهم وأن يضموهم إلى القوات المسلحة، بحيث هم لهم من سنة بدون أي راتب. فهذا أي إنسان يوصل أن يوصل، لأن عنده أسرة عنده أولاد عنده إيش يصرف، من أين يصرف عليهم؟ نعم. طيب يعني بهذه الالتفاتة من الدولة بأنها تريد استعادة الدولة من هذه أو استعادة الأمن يعني وتكافح الإرهاب، كيف يمكن أن تتحدث عن هذه النقطة سيادة العميد؟ مكافحة الإرهاب فنحن ضد كلنا، ولن نسمح لأي طرف أو لأي جماعات متطرفة أو دواعش أو قاعدة أو لا أن يخربوا بلادنا وأمننا. فنحن لهم نكون في التصدي بإذن الله. فلكن أقول وأكرر أنا أن على أن على القيادة أن ينظروا إلى المقاومة الجنوبية، فهي ما تخلي أحد أن يدخل إلى كان أن ضموا المقاومة أسرب هذا الظلم، لأنهم يعانوا معاناة لا يعانيها أحد. فهما من قدموا الشهداء وهما من قدموا الجرحى، واليوم هما وسط الشوارع ما حد نظر إليهم. وأرجو من المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج أن أنظروا إلى هذا لا، وأن يوظفوا السكين الأنف اللي قالوا فهم سلموا. من اليوم نحن عن كتيبة سلمان شهرين، لنا 9 أشهر نغافل، لدينا 110 جرحى و33 شهيد. فالكتيبة هذه قدمت ما قدمها أحد. نعم. طيب هل تتوقع سيادة العميد يعني هل تتوقع بعد هذه الأحداث وانسحاب بعض الشباب إلى خلايا إرهابية أن تلتفت الحكومة والدولة وتقوم بدورها تجاه أبناء المقاومة؟ أنا أتمنى منهم أن ينظروا إلى المقاومة. والله الإرهاب أنهم يجلسوا فهم 10 على عدة الأصابع، لكن هم جذبوا الشباب بسبب فقرهم، لأنهم ما حصلوا من يسقيهم أو يعطيهم الأكل أو يشربهم أو يعطي عائلتهم. فمنين ينفر أن ينشي إلى هذه الطرق؟ وأرجو منهم أن يعتمدوا المقاومة و60,000. فنحن لا نتعدى 60,000 بالمحافظات الجنوبية كامل. نعم. إذا شكرا جزيلا لك العميد صالح السيد أركان كتيبة سلمان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد يعني هل حدثتنا عن الخيوط السرية بين الإرهاب والخلايا التابعة للإنقلابيين؟ طبعا كما سبق الإشارة إلى أن العلاقة والخيوط السرية بين الإرهاب وما بين خلايا المخلوع هي قديمة منذ 1994 حينما
قام بعملية توطين لهذه الخلايا وإيجادها الصفات الرسمية وأعطاها الرتب والرواتب الشهرية لأجهزته أجهزة الأمن والجيش. طبعا خلال هذه الفترة الطويلة استطاع المخلوع أن يجعل هناك بنية تحتية للإرهاب يدار بريموت كنترول من عنده في صنعاء من أجل هدف وحيد وهو منع خروج الجنوب أو عدم عن سيطرته وسطوته. لكن الحمد لله اليوم بتحالف وتكاتف أبناء اليمن والإقليم والتحالف العربي معنا استطعنا اكتزاز هذه الآفة الشريرة. وأنا مع الأخ العميد في أهمية دمج المقاومة. لكن نعم كنت سأسألك عند هذه النقطة دكتور محمد، يعني هو طرح فكرة أن كثير من أو ربما عدد من أبناء المقاومة انضموا لهذه الخلايا الإرهابية بسبب عدم النظر إليهم وعدم ضمهم للجيش الوطني وعدم أيضا تبني هؤلاء الشباب، فوجدت جهة استطاعت أن تجرهم إليها. نعم، وأنا قد أكدت سابقا أن غياب الدولة ممثلة بالحكومة وأجهزتها منذ تحرير عدن سمح لهذه الخلايا أن تصطاد الماء العكر وأن تولد تستفيد من حالة السخط العام التي لدى شباب المقاومة. لكن هناك جهود حديثة بذلت من قبل قيادة المحافظة ومدير أمنها ووزير الداخلية ووجود الرئيس هذه لمدة 3 أشهر في عدن، حاول من خلالها ذلك قائد المنطقة الرابعة أن يتم ترتيب ألوية المقاومة وعملية دمجهم. لكن بكل الأحوال ومهما تكون أخطاء الحكومة لا يمكن أن يشهر السلاح في وجه مؤسسات الدولة. أي سلاح يرفع في هذه المرحلة كما أكده الأخ نائب الرئيس رئيس الوزراء في هذه المرحلة ضد الدولة سيعتبر ميليشيات خارجة عن القانون وسيتم التعامل معها. مهما يكون صبرت عدن كثير وصبروا أبناء الجنوب كثير، نعلم أن مشكلات عدن ليست وليدة اليوم ولا وليدة 2015 بل هي وليدة أكثر من 25 عاما. ولا يمكن ولا ليس لأحد لا الرئيس هادي ولا نائبه ولا محافظ عدن لديه عصا سحرية لحل كافة الإشكالات. وبالتالي علينا جميعا كمجتمع مدني وكأئمة مساجد وكقوى حية وكقوى مقاومة أن نلتف حول مؤسسات الدولة إذا أردنا مستقبلا آمنا ومزدهرا ودولة مؤسسات ونظام وقانون. غير ذلك فإننا سنقدم صورة بشعة وستزيد التكلفة البشرية على عدن وعلى كل اليمن. باختصار أختي العزيزة، إذا أردنا أن ننهي هذه الحرب بتكلفة يعني بنصف التكلفة التي ممكن تكلف، علينا أن نقدم نماذج حية للمجتمع اليمني في حجة وفي المحويد في الحديدة وفي البيضاء أن هناك دولة وأن هناك مؤسسات دولة مدنية في عدن وفي تعز. وأعتقد أننا سنخفض تكلفة الحرب إلى النصف إن شاء الله. إذا اسمح لنا دكتور محمد أن ينضم إلينا أيضا الدكتور علي صالح الخلاقي الأكاديمي والخبير الأمني. مساء الخير دكتور علي. يا هلا، مساء النور. لست خبيرا امنيا ولكن محلل سياسي لو سمحت. مرحبا بك معنا. اذا دكتور، يعني بحكم قربك من الجهاز الامني والعسكري، هل حدثتنا عن رؤيتك لهذه الخطوه التي قامت بها الدوله لتحرير بعض المناطق المسكونه بخلايا ارهابيه؟ شكرا لكم. وللايضاح انا اكاديمي في جامعه عدن ومحلل سياسي، ولكننا قريبين من الاوضاع الامنيه ونعايشها ونحللها من رؤيتنا للواقع وما يعتمد به. مرحبا. وما يجري في عدن من احداث امنيه هي مساله طبيعيه لذلك الفراغ الامني الذي عاشته عدن بعد تحريرها من قوات الحوثيين والمخلوع. وكما نعلم أنها أصبحت بدون أجهزة أمنية أو مؤسسات عسكرية، لأن تلك المؤسسات التي بناها المخلوع وكذلك ميليشيات الحوثي قد وقفت ضد إرادة الشعب وخرج أبطال المقاومة الجنوبية لمواجهتها بأسلحتهم العادية وبدون استعداد أو تدريب عسكري، بل حصلوا على تأهيلهم في ميادين المواجهات التي كانت تدور في مختلف أحياء عدن. ولهذا بعد انسحاب تلك القوات وانكسارها أمام المقاومة الجنوبية
أصبحت المدينة في فراغ أمني، وهذا ما كان ينبغي أن تتنبه له السلطة الشرعية وقوات التحالف، ولكن للأسف تأخر استيعاب المقاومة الجنوبية في قوام المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث كان ينبغي سرعة إعدادهم وتأهيلهم، ورغم أنه بدأت هذه العملية ولكن بشكل رتيب ولم تستوعب الجميع أفراد المقاومة. طيب هل تعتقد دكتور أن يحافظ على ذلك الانتصار ويقضي على أي تحركات لتلك الخلايا النائمة التي زرعها المخلوع على مدى سنوات منذ يعني حرب 94 كما نعلم، غرس مثل تلك الخلايا واحتفظ بها لمثل هذه اللحظات لإفساد مذاق النصر الذي حققته عدن، وحتى نعم لا تكون عاصمة طيب برأيك دكتور تنعم بالأمن والاستقرار؟ نعم نعم دكتور علي، برأيك يعني الأحداث الأخيرة هل تشكل يعني اختبار لجاهزية الأمن في عدن وكذلك يعني السلطة هناك؟ أكيد أي اختلال أمني هو اختبار ليس فقط للسلطة المحلية ولكن للسلطة الشرعية بشكل عام ولقوى التحالف العربي. نعم. ولهذا جاء هذا التحرك الذي كان ينبغي أن يكون في وقت سابق، وكان ينبغي أن تتواصل تلك الحملة التي بدأت قبل أكثر من شهر ولكنها توقفت، ولذلك زاد خطر تلك الجماعات وتحركها كان على المكشوف، ولكن أن جاءت هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء، لكنها تقريبا جاءت في الوقت المناسب حتى لا يستفحل أمر هذه الجماعات، ولكن ينبغي أيضا إلى الاهتمام والتنسيق والتشاور وإشراك المقاومة الجنوبية في أي أعمال قادمة واستيعاب الكثير من أفرادها حتى لا نتركهم فريسة لمثل تلك الجماعات التي تستغل إهمال الدولة ومؤسسات السلطة الشرعية لهم، وقد تجد لهم من بين صفوفهم من يمكن أن إغراءهم بمختلف الأشكال التي نعرفها وتتبعها تلك الجماعات مدعومة بما يقدمه لها المخلوع من أموال الشعب التي نهبها ويسخرها الآن ل مواجهة إرادة الشعب في كل المناطق المحررة سواء في عدن أو كما سيحدث نعم. الآن في تعز وفي غيرها من المناطق نعم. ولهذا ينبغي على قوى التحالف والسلطة الشرعية والمؤسسات المركزية والسلطة المحلية في عدن أن تنسق مع المقاومة حتى لا يوجد نوع من القطيعة نعم. هل تقصد بهذا التنسيق؟ نعم هل تقصد بهذا التنسيق وجود غرفة عمليات مشتركة بينهما؟ ليس فقط غرفة عمليات، ولكن نحن الآن شركاء في صنع هذا النصر، والكثير حتى من المغرر بهم كانوا في صفوف المقاومة، يعني البعض منهم ولا كلهم، ولكن البعض ربما أشركته الجماعات تلك في المواجهات وتعدهم لما بعد الانتصار، ولذلك لا بد أن تتم هذه العملية ليس فقط في غرفة عمليات لاستكمال معركة تحرير بقية المحافظات، ولكن أيضا إشراكهم أيضا في المؤسسات الجديدة، المؤسسات الأمنية والعسكرية. نعم. طيب باعتقادك دكتور الجديد. نعم باعتقادك دكتور كيف يتم مواجهة يعني بطبيعة الحال هم منيوا بهزيمة ميدانية في المنصورة، يتوقع أيضا ردة فعل انتقامية من هذه الخلايا الإرهابية، هل هناك جاهزية حقيقية للأمن لاستيعاب أي ردة فعل قد تحدث؟ تسمعني دكتور علي؟ فقدنا الاتصال. نعم إذا شكرا. نعم دكتور علي تسمعني؟ أسمع، ينقطع الاتصال، تفضلي. نعم كنت سألتك دكتور يعني أنه بعد هذه الأحداث التي حدثت في المنصورة ومنيت الخلايا الإرهابية بهزيمة ميدانية، يتوقع مراقبون أن تكون هناك ردة فعل يعني من هذه الخلايا، ردة فعل انتقامية، هل تعتقد أن الجيش والأمن يعني لديهما الجاهزية الكافية لأي ردة فعل محتملة؟
بدون شك كل الاحتمالات واردة، وهذا ما تستوعبه في تقدير قيادة المؤسسات الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية أيضا التي أشرفت بنفسها مع قوى التحالف على هذه العملية، ومن المهم استمرارها حتى اقتلاع تلك المخاطر الأمنية، ليس فقط في عدن ولكن أيضا في محيط عدن بما في ذلك في لحج وأبين، وصولا إلى بقية المناطق المحررة، لأن المسألة الأمنية مترابطة، وهذا تنبه له القائمون على هذه الحملة، حيث نسمع عن طوق أمني وتشتيت النقاط على مداخل عدن حتى لا تأتي أي إمدادات من خارج المحافظة أو من محيطها المجاور، ولهذا مثل هذه الأمور توضع في الحسبان ولا بد من التنبه لها من قبل القائمين على هذا الأمر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي صالح الخلاقي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور محمد عسكر. دكتور محمد، ونحن نتحدث عن أحداث المنصورة الأخيرة والتي كانت مسنودة بطيران التحالف، برأيك ما أهمية كل هذا بالتزامن أيضا مع معركة التحرير الكبرى ضد ميليشيا الانقلاب والإرهاب في نفس التوقيت؟ بالضبط أختي، من المهم جدا أن حين تقدم الدولة اليمنية والحكومة اليمنية إلى الشارع اليمني وإلى المواطن اليمني كحكومة أمن واستقرار، تقدم له الخدمات اللازمة، تعمل على حل إشكالياته الكثيرة والتي هي متراكمة من زمن كبير، لكن وجود الأشقاء في دول مجلس التعاون وفي التحالف لا شك أنه سيخفف كثير من الصعاب، سيعمل على حل كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك بعض المشكلات السياسية. كل ذلك يدعونا إلى أن نمضي قدما في حلمنا في بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة التي يجب أن ننطلق وندافع عنها كما عملنا على كسر الانقلاب في عدن وكسرنا المشروع الإيراني، فإننا يجب من هناك أن نؤسس بداية الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة. والآن كما أسلفت لدينا حاضرتان مهمتان، الأولى عدن والثانية تعز، هاتان الحاضرتان هما الحاملتان لمشروع الجمهورية والمشروع الحداثي في اليمن والمشروع المدني. لابد للحكومة أن تتقدم بشكل قوي على الأرض، لا يكتفى أن يكون الوزراء في المكاتب المغلقة، على الحكومة اليمنية أن تستفيد من عدة تجارب دولية في هذا الصدد وهذا السياق، منها تجربة دولة الجزائر في مكافحة الإرهاب عن طريق المشاريع التنموية، حينما جاءت بشركات صينية وانطلقوا إلى المناطق الريفية التي كانت حاضنة للفكر المتطرف. وجود الشباب العاطل عن العمل والذي بيده سلاح من شباب المقاومة خارج أطر مؤسسات الدولة هو يمثل حاضنة غير مباشرة للإرهاب وللتنظيمات المتطرفة، وهو خميرة لأي عمل يعني ضد الدولة اليمنية وضد المجتمع اليمني وضد التحالف. من المهم جدا استيعاب هؤلاء الشباب سواء في المجالين الأمني والعسكري أو في المجالات المدنية، لا بد أن تنزل شركات إعمار، لا بد أن يستوعبوا الشباب ويجدوا فرص عمل للعيش الكريم ولشد رمق الحياة، أما أن تلقي بالشباب في قارعة الطريق وبدون أكل ولا مأوى ولديهم سلاح، فإن هذا هو منتهى الإشكال والمشكلة السياسية المرتبة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. وربما كلمتنا الأخيرة نوجهها للدولة أن تلتفت لهؤلاء الناس الذين شردوا عن منازلهم، وأيضا لأبناء المقاومة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الشرعية، يجب الالتفات لكل هؤلاء حتى نستطيع استيعابهم في المرحلة القادمة وهي مرحلة التعمير. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.